بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. إجابة كتاب جيم اللي هو الكراسة، المراجعة النهائية اللي نزلت بعد ما نزلت المواصفات الحديثة للامتحان، بتتباع لوحدها تقريبا. تمام، المهم لو هي معاك هتفتح معايا من صفحة 27، لو هي مش معاك ركز قوي عشان هي جميلة وإجابتها حلوة وجايبة مراجعة كاملة، وهسيب لكم رابط في الكراسة تحملوها منه تحت الفيديو لو هي مش معاكم. تمام، طيب يلا نبدأ نحل ونتوكل على الله. All the children، كل الأطفال، نقط فوتبول، in holiday، في الأجازات. عايز يقول كل الأطفال بيلعبوا كورة. طبعا هنا الأطفال جمع، الأطفال جمع، تمام، دي معناها الأطفال، يبقى إذن دي جمع. الجمع ما ياخدش اس، يبقى أنا كده هطلع بليزي، دي مش هتنفع عشان دي فيها اس، وكمان اللي تحتها برضو علشان فيها اس مش هتنفع برضو. تمام، طيب يوجوالي بلاي، هي يوجوالي دي بتيجي قبل الفعل ولا بعديه؟ بتيجي قبل الفعل، صح، يبقى الإجابة نمبر بي هي الإجابة الصحيحة. تمام، طيب نقط do you live with، قال له with my family، الفاميلي دي أسرة، والأسرة دي حاجة عاقل، يعني عاقل، فأكيد السؤال كان إيه؟ عايش مع مين؟ تمام؟ يبقى أنا هاخد هو اللي هي معناها من، وتسأل عن الشخص العاقل. هي نقط ليت فور هيز ورك، هو متأخر على الشغل بتاعه. نفس الكلام بالنسبة لي المضارع البسيط، هو عاوز يقول لي عمره ما بيتأخر على الشغل. طيب دي نعملها إزاي؟ احنا عارفين ان الكلمات المستخدمة مع المطالع البسيط بتاخد از قبلها، يعني از بتيجي قبلها لكن الفعل الاصلي بيجي بعدها، يبقى الاجابة هنا هتبقى از نيفر، على عكس اللي فوق تماما، اللي فوق كانت يوجوال بلاي هي اللي جت الاول، هنا هي اللي تيجي التاني بعد فيرب تو بي بقى. طيب بي كوايت، خليك هادي، ذا بيبي، الطفل ايه بقى؟ The baby is sleeping، عشان خليك هادي يبقى الطفل نايم امتى؟ نايم دلوقتي، نايم دلوقتي، يبقى انت ايه ما تعملش دوش عشان هو نايم دلوقتي. He is a careful driver، هو سواق ماهر، حريص يعني. He drives very، بيسوق ايه بقى؟ carefully، بعناية. ده بقى يديني ملمح مهم، ان انا بستخدم الصفة اللي هي careful بعد verb to be، وبستخدم الظرف اللي هو اخره ly لما يكون عندي فعل اصلي زي drive. I always study، نقط، طبعا study فعلي كالعادة، يبقى هاخد hard اللي هي يدرس ايه، هنا بيقول انا بذكر بجد يعني. وي نقط هنا بقى بيقول لي وي جوت هوم، لما وصلنا البيت، وي listened to music، استمعنا للموسيقى، طبعا عاوز يستخدم عندما، وين، عندما اللي تدي معنى عندما، لما وصلنا البيت سمعنا الموسيقى. My mother was born in Cairo، طبعا هنا طالما سن السنين عموما بتاخد ان قبليها. She not to speak French but she forget it at all، طبعا هنا نسيته كله، يبقى كانت تعتاد على، كانت متعودة على حاجة في الماضي بس نسيتها دلوقتي، فنستخدم used to اللي هتعبر عن شيء كان يحدث في الماضي ولا يحدث الآن. You not be home on time، هنا يجب بقى انت لازم تكون في البيت في ميعادك، ما تتأخرش عن ميعادك. Someone opened the door، حد فتح الباب. while طبعا لازم تفتكروا قاعدتها ان هي بتاخد بعدها was او were زائد الفعل زائد ing، يبقى while I was sleeping، as I، اهي as دي تساوي while بالظبط، يبقى برضو هاخد was وال ing لان as دي تساوي while. I don't like، انا لا احب هذه الملابس، but I not wear them at work، هو هنا عايز يقول انا مش حب اللبس ده بس لازم البسه، انا مضطر يعني علشان مش هينفع اروح الشغل من غيره، يبقى هو هنا have to اللي هي يضطر الى، مضطر ان هو يلبس الايه، اللبس ده. It's cold، الدنيا برد. You not wear your jacket، هنا نصيحة، طالما برد يبقى يجب عليك، يجب عليك ان تلبس الجاكيت بتاعك. مستر وليد not as is a teacher، طبعا هنا مستر وليد ده شخص عاقل، يبقى هاخد هو اللي هو يكون مدرس يعيش مش عارف فين. طيب هو از نقط، يو اور يور سيستر، هنا بقى هو از، يبقى عايز اقول ايهما اشطر مش ايهما شاطر، مين الاشطر، انت ولا اختك كده يعني. في الصيف مور ايس كريم، الايس كريم نقط، زان ان وينتر، طبعا هنا مبني للمجهول لان الايس كريم مش هيبيع ولكنه يباع، والمبني للمجهول بناخد از والتصريف الثالث.
زي كده بالظبط. الحجرة بتاعتي بتتنظف كل يوم، الحجرة مش هتنظف ولكنها هتنظف، يبقى هناخد إذ والتصريف الايه والتصريف التالت. تعالوا على تصحيح الخطأ. What time do you get up؟ طبعا لا، هي هتبقى get بس. ليه هتبقى get بس؟ لان انت طالما عندك do لازم يجي بعدها الفعل في المصدر، عشان كده هتاخد get بس. تمام. طيب do اسماء، سمعكم كلكم بتقولوا does، فعلا does كلامكم صحيح لان اسماء مفرد. تمام. طيب خلي الكتاب ازرق عشان تبان. What does your father working؟ لا، تبقى work بس، لان طالما جت do او does يبقى لازم اخد الايه المصدر. Who eat my sandwich yesterday؟ طبعا هنا هزود اس بقى واقول who eats، ما ينفعش من غير اس لانه هو مفرد. مين اللي اكل سندوتشي؟ طيب what does your mother cook yesterday؟ yesterday تدل على زمان الماضي، يبقى does ما تنفعش، لازم تبقى did. listen، اسمع. ساندي sing، لا طالما اسمع يبقى ساندي بتغني دلوقتي، يبقى لازم اخد الاي ان جي وما انساش احط ايه، احط از قبلها. ساندي از سينجينج. تمام. يو درايف كوايت، انت بتسوق بهدوء. لا، هو عايز يقول لي ايه، الى حد ما. كلمه كوايت دي معناها الى حد ما. دينجرس، لا احنا هنخليها دينجرس لي، يعني بتسوق بطريقه خطيره، لان هنا طالما في فعل يبقى لازم يكون في ظرف. وين زي هيرد ذا باد نيوز، لما سمعوا الاخبار الوحشه. زي كرايد ساد، صرخوا حزين، لا صرخوا بحزن، يبقى ساد لي برضو. بعدين زي نقط جوتو ذا ويدنج لاست نايت، كلمة last night يعني الليلة الماضية، وطالما الليلة الماضية يبقى الكلام في الماضي، يبقى انا هخليها didn't go، هو عاوز نستخدم صيغة النفي في زمن الماضي وجايب not، not دي تبقى didn't عشان الكلام في الماضي. I not have a headache yesterday، طبعا الكلام في الماضي يبقى I had، had هو كان عنده كذا. We used to play، برضو use بس مش هتنفع، هتبقى طالما ما قبلهاش حاجة يبقى اسمها used، used to. بعدين هنا برضو نفس الكلام، الكلام في الماضي وجاب نط، يبقى هو عاوز didn't عشان نفي الماضي، بستخدم معاه كلمة didn't. We didn't use swim in the river، we didn't use to swim، بقى ما تعودناش ان احنا نسبح في النهر. You must to arrive، طبعا ما ينفعش to، شيل to دي لان must بتاخد ايه المصدر. They have tea when the doorbell rang، هنا بقى طالما جايب when وجايب بعدها ماضي بسيط اللي هو rang، يبقى عايز قبلها ماضي مستمر، يبقى هقول له they were having، معناها هنا كانوا يتناولوا، كانوا بيتناولوا الشاي لما جرس الباب ران. I was sleeping، انا كنت نايم، لا كنت بكنس الارضية. when I hear a noise، لا when I hear ده هزود دي عشان ده فعل شاذ بيجي الماضي منه بإضافة دي، لان when بيجي بعدها ايه ماضي بسيط يعني الاي دي. بينما كنت ابعت رسالة لماما، اتوبيس المدرسة arrived، اي دي بقى يبقى وصل، هنزود الاي دي بس. يو شود تو ليسن، نفس الكلام، هنطير مين، هنطير تو علشان شود بتاخد المصدر، يبقى يو شود ليسن على طول. طيب يو نوت هاف تو شاوت اي كان هير يو، هنا بقى هيستخدم المضارع علشان ما فيش اي دليل على الماضي، فانا اقول له يو دونت هاف تو شاوت، انت مش محتاج تعلي صوتك، انا سامعك كويس. اي ام شاي، الراجل ده بيقول انا خجول من البنات. What should I does؟ لا طبعا What should I do؟ هو بيتكسف شوية يعني وبيطلب النصيحة. What should I do؟ A library، المكتبة، is building، is a building، هو لا المكتبة دي تعتبر مكان، فعشان كده المكان بناخد له ايه، بناخد له where، مكان يمكنك ان تستلف منه الكتب. The bag whose has money، لا الشنطة غير عاقل، فاحنا ممكن نديها that او نديها which. في حديقة الحيوان يوجد برد، بغبغان، وين كان، لا البغبغان ده غير عاقل، يبقى ياخد ايه which، اللي هو بيتكلم او بيعمل كذا او بيعمل كذا. طيب this exercise، التمرين ده، is boring، زان، يبقى هنا بقى عايز ايه، عايز كلمة more boring يعني اكثر مللا من كذا.
My result in the test النتيجة بتاعتي في الاختبار ده is not than bad than طبعا المفروض تبقى ايه؟ تبقى worse اللي هي اسوأ اسوأ تمام؟ طيب بعدين milk keep اللبن بيحفظ لا اللبن مش بيحفظ اللبن بيحفظ يبقى is kept is kept who is your food cook by طبعا cook دي هنا بقى لازم يضاف لها ايدي علشان تبقى مبنية للمجهول نفس القاعدة بمن يطبخ بواسطة من يطبخ طعامك يطبخ طيب الايام دي بقى كثيرا من الكمبيوترات making Korea طبعا هنا عايز مبني المجهول يبقى هنقول له are made in Korea صنعت في كوريا بعدين my sister بيقول ان اخته usually goes to school بتروح المدرسة بالاتوبيس but this week she walk لا بقى يبقى but this week but this week she ايه بقى اكيد محتاج يزود لها اس لان شيء مفرد والمفرد بيزود ايه اس life in ancient Egypt الحياة في مصر القديمة not different today طبعا الحياة مفرد يبقى عايز was لان الكلام في الماضي دينا متعودة بتستخدم الكرسي عشان كده she not go on the boat first يبقى شيء ايه بقى شيء مفرد يبقى نديها has to has to lots of people ناس كتيرة visit the museum every year طبعا ناس كتيرة مش visit بقى طالما انت كل عام والناس دي جمع يبقى visit بس الفعل في المصدر هنا بدون اضافات لان الجمع ما بيزودش ايه ما بيزودش حاجة يبقى هنلغي الاس يعني ونخليها visit فقط Egypt is usually a lot hot than هنخليها hotter اسخن لان than صيغة مقارنة وصيغة المقارنة عايزة er hotter جيزة نون جيزة طبعا الجيزة مش بتعرف لكن الجيزة معروفة يبقى هنخليها is known يعني معروفة بالاهرامات او مشهورة بالاهرامات hundreds of people of photos مئات الصور للاهرامات takes طبعا لا هي هتبقى ايه هتبقى are taken عشان الصور جمع والصور مش هتلتقط ولكنها هتلتقط عشان تبقى مبني الايه للمجهول وايل باسل بينما باسل استدي لا يبقى باسل ده يبقى ووز استدينج عشان وايل دي بتاخد ماضي مستمر يبقى ووز وهنضيف الاستدي ايه هنضيف الاستدي اي ان جي علشان تبقى بينما باسل كان يذاكر the air in cities الهواء اللي في المدينة بقى is usually a lot dirty dirtier هنقلب الواي لاي ونضيف اي ار عشان يبقى اكثر تلوثا Amir carry the eggs carefully because he doesn't want to drop them. يبقى Amir بقى carries عشان Amir مفرد ده نفس الموضوع نقلب ال y ل i ونضيف es. أسامة will not won فاز بلعبة التنس. Easy لا هتبقى easily لأن طالما في فعل عندك يبقى لازم يكون في ال y. تيكتس التذاكر للبالغين are expensive هنخليها more expensive عشان دي صفة طويلة يبقى المقارنة بتاعتها بمور تمام دول كانوا اول تلات صفح على المنهج كله وعايزين نكمل باقي المنهج شجعونا باللايك بتاعكم امتحانات طبعا السؤال الاول كان عادة هو سؤال الفقرة بيقول لي what was سميرة موسى هنا بيسأل عن ماهية سميرة موسى يعني من هي سميرة موسى هي ترى عالمة ولا ولا بائع ولا طبيب بيطري ولا دكتور طبعا اللي انا هسمعها هي اللي هعمل عليها الدايرة واكيد طبعا سميرة موسى كلنا عارفين ان هي ساينتست السؤال هنا بقى وين متى متى ولدت سميرة موسى طبعا متى يا ترى في القرن ال 17 ولا ال 19 ولا 1917 ولا 1971 على حسب ما بسمع بقى يعني هنا بيقول لي 1970 1907 وهنا 1917 وهنا 1971 طبعا هي اتولدت 1907 فالمهم ان انا ابقى عارف الارقام كويس اللي هتتقال عشان اعرف اشتغل عليها تمام طيب السؤال الثالث What did she study at Cairo University study طبعا اللي هي الدراسة
مادة الدراسة بتاعتها درست ايه في جامعة القاهرة؟ علوم ولا فنون ولا رياضة ولا طب؟ طبعا بما انها عالمة يبقى درست الساينس العلوم. How many women were declared scientist before سميرة موسى؟ هنا بقى كم عدد النساء اللي كانوا عالم نووي قبل سميرة موسى؟ يا ترى مفيش ولا اتنين بس ولا امرأة واحدة ولا تلاتة؟ طبعا مفيش، هي اول عالمة مصرية تخصص نووي. يعني المحادثة بقى بيقول لي احمد وباسل بيتكلموا عن النيو جوب، عن الوظيفة الجديدة، يا ترى مين اللي حصل على الوظيفة الجديدة؟ هاي باسل، I have some good news. بيقول له ازيك يا باسل، انا عندي اخبار كويسة، عندي شوية اخبار حلوين ليك. فهيقول له ايه بقى؟ قال له، سأله سؤال، قال له انا حصلت على وظيفة. فهيقول له what، احنا هنسأله بقى على الاخبار الحلوة دي، تمام؟ فهقول له ايه؟ what is the news، ايه هي الاخبار دي؟ قال له والله حصلت على وظيفة. قال له دي حاجة عظيمة. I thought you said you didn't get the job، انا اعتقدت انك انت مش هتحصل على الوظيفة. قال له I thought I did، انا اعتقدت ان انا هحصل عليها on the interview. فهيقول ايه بقى؟ I did well، يعني انجزت، انا عملت حاجة كويسة في الانترفيو. I am so happy، انا سعيد دلوقتي. فباسل قال له حاجة، I am very happy for you. قال له thanks. فهنا هيقول له ايه بقى؟ هيقول له مبروك، اللي هي congratulation. ولو ما عرفتهاش ممكن اقول له well done، يعني احسنت، والاثنين علينا. فقال له ايه؟ انا سعيد علشانك يعني. رد هو بقى وقال له ايه؟ شكرا. وقال له نقط a drink together، قال له sound is good. فهنا هيقترح بقى، لان sound is good دي رد الاقتراح، فهيقول له let's have a drink together، يلا نتناول مشروب مع بعض. قال له يبدو جيدا. فهيقول له تشرب ايه؟ قال له orange juice، تمام. طب تشرب ايه ده؟ تطلع ايه؟ تطلع what kind of juice، ايه نوع الجوس، العصير اللي انت هتشربه؟ قال له اورنج جوس، تمام. القطعة بقى بتتكلم عن الأقصر وأسوان، وأول سؤال بيقول لي what does the underline this refer to، كلمة this دي تشير إلى إيه؟ فطبعا لما نيجي نبص على this دي هنقرأ الجملة اللي قبلها عشان نعرف هي تشير إلى إيه. بيقول لي أسوان بلد معروفة أثناء العصور القديمة بالسين، وتقع في 181 جنوب الأقصر. This small modern city، هذه المدينة الصغيرة. يبقى كلمة this دي عايدة على مين؟ عايدة على أسوان، يبقى هنقول له عايدة على أسوان، تمام. بعدين بقى بيقول لي what was the capital of ancient Egypt، ايه عاصمة مصر القديمة؟ لما نرجع لفوق كده هنلاقيه بيتكلم على طيبة، طيبة هي اللي هي في الأصل الأقصر، تمام. the capital of ancient Egypt، يبقى أنا هاخد طيبة دي واكتبها هي عاصمة مصر الإيه القديمة، اللي هي دلوقتي أصبحت الإيه، أصبحت الأقصر، تمام. طيب بعدين which has more people، اللي في ناس أكتر، الأقصر ولا أسوان؟ هنيجي نقارن بين ده وبين ده ونعرف مين اللي فيه أكتر. طبعا هنا لما نيجي نشوف عدد السكان بتوع الأقصر بيقول لي 150,000. طيب وهنا بيقول لي 230,000 في أسوان، يبقى إذا أسوان أكتر، يبقى احنا كده هنكتب له إيه هنا بقى؟ برضو هنكتب أسوان، ماشي. كلمة بليزنت بقى معناها إيه؟ معناها صار أو مبهج، يعني تساوي نايس. أسوان تقع فين من الأقصر؟ لما نبص هنا قال لي أهي
جنوب الأقصر، اهي شايفينها جنوب اهو ساوث، يبقى احنا هنختار من هنا ايه ساوث اللي هي جنوب. هنا بقى فلوكة اللي هي الفلوكة او المركب بتاعت النيل، طبعا بتركبوا منين؟ بتركبوا من اسوان. ماشي. طيب هنا بقى بيقول my father always tells me that not is very important، بيقول ان الحاجة دي مهمة جدا، اكيد ال education اللي هي التعليم، التعليم حاجة مهمة. tourists السياح must not نقط places they visit، ما ينفعش ان هما دمج يتلفوا يعني او يدمروا الاماكن اللي هيزوروها. نقط school is a school where students live، اللي الطلبة بيعيشوا فيها، طبعا الطلبة بيعيشوا في الايه؟ في البوردنج سكول اللي هي المدرسة الداخلية. الراجل ده معهوش فلوس، يبقى فيري ايه؟ طبعا فيري بور، فقير عشان معهوش فلوس. الهوتيل از لوكيتد نقط لافلي بيتش، طبعا طالما على الرملة يبقى اون يقع فيه. هي نقط هيز هاند اند سول سيد جود باي، يبقى الراجل بقى عمل ايه؟ ويفد يعني الاحه لوحه وشارة بيده عشان يقول مع السلامه. نقط اي ام سو هابي فور يو، طبعا طالما فرحان يبقى اكيد بيقول له مبروك، انا فرحت لك والله يبقى مبروك. مستر زكي از ذا تيتشر نقط هيلبد مي، يبقى هو عشان ايه اللي ساعدني. ذا نيو ميوزيوم المتحف الجديد نقط فروم كايرو ذان از فروم اولد ميوزيوم، طبعا هنا يبقى عايز المقارنة، علشان طالما احنا عندنا زان دي يبقى لازم عندنا مقارنة اللي هي بالاي ار او مور. وات نقط ذا ايجيبشن جونيور تيم دو ان 2019، طبعا 2019 ده ماضي، يبقى ودد الكلام في زمن الماضي. نيجي هنا بقى بيقول لي يو مصنت ايت اور درينكس ات ذا لايبري، ما ينفعش تاكل ولا تشرب في المكتبة. هنطير مين؟ الاس. ليه؟ لان احنا لازم ناخد المصدر. اي نقط ليرن تو سيل ناو، طبعا لازم تبقى اي ام ليرنينج، لان كلمه ناو معناها الان، والان دي لازم تدل على المستمر، والمستمر بياخد ايه؟ ام واز وار والاي ان جي، يبقى اي ام ليرنينج. تشاينا از ماتش نقط ذان بريتن، طبعا از ماتش بيجر bigger، تمام. زي نقط usually late، طبعا زي are usually late are، تمام. بالنسبة لي الايميل بيقول لك اكتب ايميل من 90 كلمة لصاحبك مازن عشان تقول له عن الجمعية الخيرية charity work did your name is زياد. طيب ماشي، your email address is زياد ايميل دوت كوم، حلو. فانا اول حاجة هكتب ايه؟ تو اللي هي الى، واخد بقى ايه الايميل ادرس بتاعه هو اللي هو مازن ده، تمام كده اهو، واحطه لهم كده. بعدين هكتب فروم علشان يبقى مين يعني، واخد بقى ايه اللي هو ايميل زياد ده عشان هو بيقول لي اسمك زياد وايميلك اهو، تمام. اخد ده كده واحطه هنا. بعدين الخطوة الثالثة هكتب كلمة about او message اللي هي عن ايه يعني الايميل، وطبعا هو عن ايه بقى بيقول لي it's charity work، يعني بعد كلمة about اهو، انا اعرف ان السطر التالت بعد كلمة about دي اللي هي charity work you did، حاجة جمعية خيرية انت عملتها، تمام. طيب ابدأ بايه بقى؟ هبدأ بكلمة مثلا dear، وهو الولد اسمه ايه؟ مازن، يبقى dear مازن، عزيزي مازن. وابدا اكتب مقدمه مثلا I am happy to write this email to you، انا سعيد ان انا بكتب لك الايه الايميل ده، تمام.
طيب بعدين هقول له ايه بقى؟ I اللي هو انا want اريد to and tell you ان اخبرك about عن انا كنت عايز اقول لك على charity work اللي هو عنوان الباراجراف. يبقى انا لغايه دلوقتي ما جبتش حاجه من عندي، دي مقدمات واسم الموضوع charity work. هقول له I did اللي انا عملته بقى، والكلام في الماضي يبقى نقول له مثلا last week او last year. last week الاسبوع الماضي. هستخدم بقى الالفاظ بتاعت donate يتبرع او give، بلاش donate. هقول I اللي هي انا give money to the charity. الموضوع سهل خالص، انا اديت الجمعية فلوس، وابدأ بقى واقول this charity الجمعية الخيرية دي helps the poor بتساعد ايه؟ الفقراء. And provide them يعني بتمدهم with food and drink، وبتدي لهم الطعام ايه؟ والشراب. So عشان كده I was very happy انا كنت سعيد جدا to help them. تمام. بعدين هقول لهم ايه بقى؟ انا كنت سعيد جدا ان ايه؟ اني ساعدتهم. I wish يعني اتمنى you انت come تأتي and و help وتساعد this charity اتمنى ان تأتي وتساعد هذه الجمعية as they لانهم in need to all donation لانهم في حاجة لكل الايه؟ لكل التبرعات. تمام. طيب طبعا احنا كتبنا جزئية هنا اهو، نجيبها هنا كده بس هي مكانها تحت على فكرة، ونقدر نكمل بقى واقول له ايه؟ انا ادعوك انك تيجي تزور الجمعية ويعني اي كلام عنها، وبعدين اكتب خاتمة وخلاص ويبقى كده خلص. اعدادي من ملحق كتاب جيم، وكنا جاوبنا الثلاثة اللي قبل كده، وكنا جاوبنا الجزء الاول اللي هو في اول المذكرة او اول الكتاب، وهنسيب لكم الرابط تحت الفيديو عشان الناس اللي عمال بتسألني وتقول لي فين الجزء الاولاني في الامتحان التاني، هسيب لكم الرابط مترتبة في اسفل في صندوق الفيديو. هتلاقوا اول حاجة الجزء الاولاني بتاع الكتاب، بعدين الامتحان الاول، بعدين الامتحان التاني، وهكذا الى الرابع. تمام. وهنقفل ان شاء الله كلها، وعشان نقفل الامتحان باذن الله. اول سؤال زي ما احنا عارفين الفقرة بيقول لي when did you visit أبيدوس. أبيدوس طبعا دي بلد، هو بيسألني بقى بوين اللي هي متى، فبيقول لي انت امتى زرت البلد دي. تمام. متى طبعا لازم تكون الاجابة بتاعتها في موعد او في ميعاد معين، فهو بيقول لي last month الشهر الماضي، ولا last year العام الماضي، ولا الاسبوع الماضي، ولا الاثنين اللي فات. اكيد هيبان الميعاد اللي هيتقال. Who did you go with؟ Who دي معناها من، وتسأل عن العاقل، فطالما تسأل عن العاقل يبقى كده هيقول رحت مع الفاميلي، رحت مع الأسرة، رحت مع فاذر، هيجيب لي حد عاقل أو شخص عاقل بيتكلم عنه. تمام؟ طيب نيجي بعدين بيقول لي what aren't you interested in؟ هنا بقى aren't you interested in؟ الحاجة اللي أنت مش مهتم بيها.
الحاجه اللي انت مش مهتم بيها قوي. تمام، ايه اللي مش مهتم بيه بقى؟ الرياضه ولا الماس ولا الهيستوري التاريخ ولا العلوم؟ تمام. طيب اخلي بالي من النط، تمام، مش اللي انا مهتم بيها بقى. طيب يعني ممكن يقول I don't like، انا ما بحبش الحاجه دي. How did you find the place you visited؟ ازاي انت لقيت المكان اللي انت زرته؟ هنا بيسألني ازاي، يعني كيف. How did، المكان اللي انت شفته بقى كان وضعه ايه؟ حال المكان اللي انت روحته ده كان ايه؟ كان زحمة ولا كان رايق ولا كان فوضوي ولا مترتب ولا رائع ولا ايه؟ على حسب اللي هسمعه وهختاره. تمام؟ ندخل بقى على المحادثة. غادة ونسمة بيتكلموا عن نيكست اكزام، الامتحان القادم. بيتكلموا عن النيكست اكزام، الامتحان اللي جاي ده. تمام؟ طيب بيقولوا ايه بقى؟ طبعا بتقول لها you don't look too well، باين عليكي مش حلوة كده. what is going on، ايه اللي حصل، ايه المشكلة، ايه اللي بيجرى معاكي؟ قالت لها it's nothing، مفيش حاجة. I am just a little nervous، انا بس متعصبة شوية، الى حد ما عصبية. فطبعا هتقول لها ايه؟ هتقول لها ليه انت عصبية؟ قالت لها I have difficult time at school، بقضي وقت صعب في المدرسة. فالطبيعي ان هتقول لها ايه؟ هتقول لها ليه انت متعصبة؟ Why are you nervous؟ انت ليه nervous؟ قالت لها والله اصل بقضي وقت ايه، وقت تعب شوية في المدرسة. فيعني ايه وقت تعب شوية في المدرسة؟ يعني ايه وقت صعب؟ فقالت لها نقط يومين. قالت لها اي مين؟ طبعا هتقول لها ايه؟ what do you mean، قصدك ايه يعني، انت تعني ايه؟ what do you mean، قصدك ايه؟ قالت لها اي مين، انا قصدي we have exams coming up. I mean we have، يعني ان احنا عندنا exams coming up، امتحان جاية يعني. قالت لها the best thing to do، افضل حاجة تعمليها انك انت تذاكري على قد ما تقدري، وانا متأكدة انك انت نقط، متأكدة انك انت ايه بقى؟ مثلا ممكن اقول لها السهلة اللي هي succeed. تمام؟ ممكن اقول لها كمان انا متأكدة ان انت do well، اللي احنا عارفينها do well in exam، انا متأكدة انك انت هتنجحي في الامتحان. ممكن كمان اقول لها ايه؟ ممكن اقول لها انا متأكدة ان انت بس اكزام، يعني هتجتازي الامتحان. يعني كذا حاجة تقدر تقولها. ما هي بتقول لها بقى انا متأكدة انك شاطرة وهتنجحي في الامتحان، فانت ينفع تقول اي واحدة من الثلاثة دول. قالت لها والله اتمنى كده، وانا اخمن ان انا مش هنام لمدة الثلاث ايام اللي جايين دول. تمام؟ فراحت قالت لها حاجة، ردت بحاجة تاني. هتقول لها ايه بقى الحاجة دي؟ هتقول لها ايه؟ why don't we study together، ليه ما نذاكرش مع بعض، ليه ما نذاكرش مع بعضينا. تمام؟ او ممكن تقول لها ايه؟ shall we، هل لنا ان احنا نذاكر مع بعضينا؟ اي طريقة اقتراح يعني، او let's كمان يا سيدي تنفع. تمام؟ طبعا الرد هيبقى ايه؟ هيبقى good idea، فكرة جيدة. تمام؟ وتبقى خلصت المحادثة. نيجي للقطعة بقى. طبعا نبص على الاسئلة الاول. اول سؤال بيقول لي وين، متى رشاد برسوم بورن اتولد، امتى الراجل ده؟ طبعا عشان اعرف الراجل ده اتولد امتى هبص فين؟ هبص في القطعة. هلاقي هنا كده بيقول لي في نص القطعة رشاد برسوم ده ولا رشاد سامي برسوم ووز بورن اون، اتولد في 3 جولاي 1941 في اسيوط. تمام، يبقى هنكتب له الحد هنا كده. تمام، دي اجابة رقم واحد. تمام، اتنين بقى بيقول لي وير داز هي تيتش بيبول، علم الناس فين؟ طبعا هندور على كلمة تيتش، اهي تيتش بيبول اهي اخر القطعة. هنبدأ من هو بيقول لي هو كان دكتور، بدأ يعلم الناس في teach people to become doctors at Cairo University، يبقى في جامعة القاهرة بدأ يعلم الناس، يبقى دي رقم كام؟ يبقى دي رقم 2. تمام؟ 3 what do you think، ايه رأيك في رشاد برسوم؟ طبعا دي بقى انت بتجاوبها من نفسك.
رأيك في الراجل ده ايه؟ هو قال لي دكتور مجتهد ومش عارف ايه، واتجوز مش عارف منى توفيق وخلفوا تلات عيال، والتلات عيال بقوا دكاترة ومش عارف ايه. فاحنا ممكن نقول ايه؟ هي از مثلا جود موديل، اللي خدناها في سنة اولى اعدادي لو انتوا فاكرين، يعني نموذج يحتذى به او نموذج كويس. طيب موديل، مش هكتب دي، اكتب ايه بقى؟ اكتب مثلا he is برضو he is hard working. دي علينا عظمناها بقى، تمام. hard working يعني مجتهد، حد ايه؟ حد مجتهد، وايه ويعني بذل قصارى جهده علشان يوصل ليه اللي هو فيه، لان هو اتعلم وعلم الناس وعلم ولاده، يعني عمل ايه؟ مجهودات كبيره، تمام. طيب هنا بقى بيقول لي زي عايد على مين؟ زي هنا بيقول لي كلهم بقوا دكاترة، اللي هم مين؟ مارلين ونهى ونادين. يبقى دي بقى عايد على أولاده اللي هم للتشيلدرين، اللي هم الأطفال، تمام؟ طيب بعدين بيقول لي هو كتب كم كتاب؟ لو بصينا فوق هنا هنلاقيه كتب 22 كتاب اهو، ركزوا معايا كده اهو، 22 كتاب. خلاص بقى يبقى انا تحت هختار 22، جابها لي بالحروف عادي بقى، انا شاطر وعارف 22. خلاص سهله يعني، انا بتاع تاني اعدادي. خلص الدراسه امتى؟ هتلاقوها طبعا يوم عام 1962. لما نطلع فوق هنا هنلاقي 1962 اهي اهي، تمام. وقال لي قبلها هو خلص الدراسة في 1900 في القصر العيني يعني، تمام. طيب هنا بقى بيقول لي بيعتني بكل الناس اللي work in hospital، تعمل في المستشفى. طبعا الناس هتجري على دكتور، طبعا لا، ده المانجر المدير، لانه ما بيعتنيش بالمرضى، لا ده بيعتني بالناس اللي بتشتغل في المستشفى، تمام. بعض الطلبة نقط the school rules، must follow. follow بقى يعني يتبع او يتتبع، لازم يتتبع القواعد المدرسة. You must show your كذا at the airport. airport طبعا المطار، المطار. يبقى هتورينا ايه؟ هتورينا الباسبورت اللي هو جواز السفر، تمام. بعدين I'm sorry to hear that، اسف لسماع هذه الاخبار. I hope he soon gets، اتمنى ان هو gets better، يعني انا بحزن على حد مصاب فبقول له اتمنى ان هو get better يعني يتحسن. تينيجرز المراهقين shouldn't spend too much time، ما ينفعش يضيعوا وقت كبير على نقط ميديا. طبعا اكيد هتبقى السوشيال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. bad people، الناس الوحشه دايما go to كذا، بيروحوا كذا، طبعا بيروحوا البريزون اللي هو السجن. الناس اللي في الاريا المحليه بقى قرروا ان هم ينظفوا الايه عشان يقللوا تلوث المياه. تلوث المياه يبقى هيقللوا من تنظيف الريفر بانك اللي هو حافة او ضفة النهر. نقط يور بيرانتس ميك ذا دينر توجذر، طبعا بيرانتس جمع، يبقى هبدأ بالكلام ايه؟ بيدو. ادم نقط تيكس اوت، ادم مفرد يبقى هياخد هاستو، مضطر ان هو يزيل الايه او يفرغ السلل بتاعة القمامة. ذس فلاور، الوردة دي از نقط بيوتيفول زان، في زان يبقى هاخد مور معاها اللي هي اكثر ايه؟ اكثر جمالا. بعد كده بيقول لي my sister speaks very quiet، طبعا هو جايب quiet هنا وجايب فعل اللي هو يتحدث، فاحنا هنخليها quietly. quietly quietly يعني هنزود لها ال ايه؟ ال واي. I not used to، نفي used to بيبقى في زمن الماضي باستخدام didn't، فانا هقول له I didn't وبعدين اروح منزل use بس زي ما هي وبعدها to، didn't used to. while I read، طبعا while I read انتوا عارفين قاعدة while لازم تاخد بعد منها was والفعل read يتضاف له ing، يبقى was reading. was reading اهي تحت اهي، ماشي. furniture makes، furniture بقى دي هنخليها is made. is made ليه بقى؟ علشان التصريف التالت، تمام، عشان مبني المجهول قاعدة اخر درسين. الا باراجراف عن الكلايمت تشينج، تغيير المناخ. طبعا تغيير المناخ موضوع صعب عشان نكون صراحه، بس هو موضوع علينا في الدراسات، في الدراسه يعني، وهو مكتوب عندكم في اول صفح في الكتاب، ولكن هو مستبعد عن الامتحان يعني، ان شاء الله مش هيجي حاجه بالصعوبه دي، تمام. واحنا اتكلمنا عن المقدمات والخاتمات في المواضيع اللي قبل كده، تمام. يلا بالتوفيق للجميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السنه الاولى وشرحناها في كل الامتحانات اللي فاتت. فهنا طبعا بيقول لي when is random acts of kindness، امتى بقى؟ امتى؟ اركز انا على الميعاد اللي مطلوب، متى؟
الراندوم اكتس اللي هي الافعال بتاعت الاحتفالات اللي بتتعمل يوم الاحتفالات بتاع اللطف او بتاع العطف العشوائي اللي بيحصل يعني طبعا. فجاي هو هنا 17 17 مارس و17 مايو و17 يناير و17 فبراير، فانت بتركز على اسم الشهر اللي بتسمعه. طيب what do people do for the day، الناس بتعمل ايه يعني، ماذا يفعل الناس، الناس بتعمل ايه بقى. فانا هركز في الحاجات، يا ترى بيعملوا حاجات وحشه ولا حاجات كايند طيبه، ولا حاجات unkind ولا حاجات ميسي فوضويه. اكيد حاجات هتبقى ايه كايند طالما هو يوم الكايند. what can you do، انت بقى بتعمل ايه، يا ترى بتشتري ورد ولا بتقول حاجات وحشه ولا بتشتري تذاكر ولا بتشتري اللي انت عايزه، طبعا اكيد ورد مثلا عشان تديه لحد. طيب واي، لماذا بقى، لماذا الناس بيعملوا حاجات زي كده، عشان يشوفوا بعض ولا عشان يعيطوا ولا عشان يشوفوا الحزن ولا عشان يشوفوا سمايل الابتسامه، اكيد عشان يشوفوا الابتسامه. هنا بقى خالد بيحاول ان هو يساعد محمد يلاقي وظيفه، فخالد بيقول له يو دونت لوك تو ويل، باين عليك مش كويس كده، وات از جوينج اون، ايه اللي بيحصل. قال له اي لوست ماي جوب، انا فقدت وظيفتي. قال له حاجه، بعدين قال له هل بدات تدور على وظيفه. الحاجه اللي قالها له هنا ممكن تبقى ايه، ممكن تبقى او دير اللي هو التعبير عن الحزن يعني، تمام، او دير تمام. ممكن كمان تبقى مثلا I am sorry to hear that، يعني انا حزين لسماع الاخبار الوحشه دي عنك، فاكرين التعبير ده. ممكن كمان تبقى وطبتي، يعني يا للشفقه. فانت عندك كذا تعبير ينفع ايه، ينفع تقوله. طيب المهم قال له طب هل بدات تدور على وظيفه، قال له والله انا لسه بادئ اهو، بس I am frightened I will not، انا خايف ما الاقيش وظيفه يعني، تمام، وظيفة كويسة. فقال له نقط your wife think about this، طبعا هنا هيعمل ايه، سؤال what does your wife think، يعني ايه رأي مراتك في الحوار ده، what does، علشان انا هجيب سؤال هنا فمحتاج اداة استفهام وفعل مساعد، لان الفعل اللي هو your wife، ايه رأي زوجتك في الموضوع ده. قال له والله هي بتحاول ان هي تساعدني يعني، تمام. قال له I have some friends، انا عندي شوية اصحاب، who might help you find a job، اللي هم ممكن يحاولوا يساعدوك تلاقي الوظيفة يعني. فممكن هنا يقول له ايه، يقول له مثلا that is great، يعني دي حاجة عظيمة، يعني دي حاجة حلوة خالص ان انا الاقي حد يساعدني، that is great، تمام. وهيقول له ايه بقى، وهيقول له مثلا what about the test، علشان هو حاطط نقطة ورا، فالمفروض كان قال له سؤال، او what about the interview، يعني المفروض كان هيقول له ايه بقى على الانترفيو اللي هي المقابلة او الحاجة اللي هتتعمل قبل الوظيفة. فهيقول له ايه بقى مثلا، ايه رايك، ايه طب المقابلة يعني ايه المفروض فيها، فالمفروض يبقى هنا في سؤال يعني، بس هو حط نقطة. فهنا don't worry هيقول له لا تقلق، ما تقلقش بموضوع المقابلة دي، don't worry ما تقلقش، so much you will get through، انت هتنجح في المقابلة اللي هتتعمل. فهو هيقول له بقى ايه، هيقول له I hope so، اتمنى ذلك بقى، اتمنى ان ننجح في الايه، في المقابلة بتاعت الوظيفة. بالنسبة للقطعة بقى بتتكلم عن المدن والاماكن المزدحمه، فبيقول لك انت لازم تخرج من كل الاماكن المزدحمه والمدن والكلام ده والدخان والتلوث والحاجات دي، وتروح تاخد لك بيكنيك في الازهر بارك، او انك انت ممكن تروح بقى تتمشى ببطء في اي مكان، او ممكن تروح تاخد تتفسح في راس محمد اللي هي محميه طبيعيه، او ممكن كمان تستمتع بيه، تروح شرم الشيخ، تروح شبه جزيره سيناء، تروح اسوان، وبدا يقول لي في الصحراء، تروح اماكن كتيره يعني. هنا بقى بيقول لي what is the main idea of the text، ايه بقى الفكره الرئيسيه للتكست. طبعا انا ممكن اقول له ايه، having picnics انك تاخد ايه، انك تعمل نزه يعني، او انك تتنزه، او انك تروح تاخد فسح في مكان معين، تمام. دي الفكره الرئيسيه اللي عاوز يقولها لي. طيب ايه انه بلس الناس بيحبوا يزوروا في القاهره، طبعا الناس بتحب تزور اماكن كتيره، بس انا عندي المكان اللي اتذكر في القطعه هو الازهر بارك، اهو كايرو الازهر بارك، يعني هجيب السطر ده كله كده، تمام.
الناس بتحب تروح تزور الازهر بارك، تمام، في كايرو ناس كتيره بتحب تروح الازهر بارك، تمام. طيب هنا بقى بيقول لي واي، طب ليه الناس بقى بيركبوا الاير بالون؟ طبعا دي اخر سطر اهو في القطعه. بيقول لي بقى ايه فلاي زي كان سلاي فلوريا، علشان هو في الصحراء المكان هادي ويقدروا بقى ببطء ان هم يوصلوا اللي هم عايزينه هناك، تمام. يبقى دي ثلاثه. هنا بقى بيقول لي في المدن الكبيره بقى بيبول فيل الناس بتشعر ايه؟ بيكوز اوف لوتس اوف ترافيك، بسبب المرور اكيد الناس بتشعر بالقلق ولا بعدم السعاده ولا بكل من اي وبي ولا لا اي ولا بي؟ طبعا اكيد بالقلق، يعني بي واي اللي هما الاثنين دول، تشعر بالقلق وتشعر بعدم السعاده، يبقى الاثنين، لان هو جايبها لي فوق هنا اهو، قال لي worried and unhappy الاثنين، تمام. طيب you can enjoy scuba diving، يمكنك ان تستمتع بالسكوبا دايفنج في البحر الاحمر. والبحر الاحمر موجود فين؟ طبعا في شرم الشيخ، هو الاستمتاع بيبقى هناك زي ما هو قال لي فين في القطعه. لو بصينا هنا كده اهو هنلاقيه سكوبا دايفنج ان ذا ريد سي، في البحر الاحمر. all the things that we wonder underwater. طب هو جاب سيره شرم، ايوه ان شرم الشيخ اهو في بدايه الكلام، تمام. طيب بعدين بيقول لي فلوكا، طبعا كلمه فلوكا يعني مركب، حتى في بعض القرى بيقولوا عليها فلوكا زي ما هي، تمام. هنا بقى my mother works not a nurse، طبعا هنا as تاتي قبل الوظائف بمعنى ك، ك ماما تعمل ك كممرضه في مستشفى. البيكر الخباز نقط فلور، بيعمل ايه للدقيق والميه عشان يعمل عيش؟ طبعا ميكس، ميكس اللي هي ايه، يخلط، يخلط ده مع ده. I have a كذا friend، انا عندي صديق كذا، he always helps me، طالما انت عندك هيلب يبقى اكيد الصديق ده هيبقى ايه، هيبقى هيلبفول، متعاون. their house is near a real way كذا، البيت بتاعهم قريب من الريال واي، اكيد الريال واي ايه، لاين اللي هو خط السكه الحديد. when you do something كذا for something else makes you feel happy، حاجه تخليك سعيد، يبقى اكيد الحاجه اللي عملتها دي ايه، kind يعني حاجه كويسه يعني. a knot always comes after heavy rain، الحاجه بتيجي بعد المطر، يبقى الفلاد الفيضان هو اللي بيجي بعد الايه، المطر الغزير. the adult are people، الكبير في السن ده هو الناس اللي هم قادرين على نقط، طبعا كلمه فوت هنا يعني يصوت في الانتخابات او يختار اي حد هو عايزه يعني في الانتخابات. look my sister نقط to draw، طبعا كلمه look يعني انظر بمعنى حاجه حاصله دلوقتي، فلازم استخدم زمن المضارع المستمر اللي هو is learning. do you نقط any brothers or sisters، طبعا طالما جت do يبقى انت محتاج الفعل في المصدر، يبقى انت هتاخد مين، have. The hotel rooms الحجرات بتاعت الفندق نقط ديلي، طبعا دي قاعدة الوحدة الستة اللي هي مبنية للمجهول، فلازم اخد ار علشان هي جمع والتصريف التالت، ار كلين ده علشان تبقى نظفت او تنظف يوميا، تمام. طيب نيجي بقى لي وير دو يور بيرانتس ليف وين يو وير يونج، طبعا هشتغل على ديد. ليه طيب اخدت ديد؟ لان الكلام في الماضي بدليل كلمة وير اللي هي اخر الجملة دي، تمام. طيب يو ماست بلاي ويز ماتشز، بلاي ويز ماتشز يعني تلعب بالكبريت، طبعا ما ينفعش انك تلعب بالكبريت عشان كده هنخليها مصنت. اتس ا هوليداي، الدنيا اجازه النهارده. وي نقط تو سكول، طبعا وي دونت هاف تو، وي دونت هاف تو، وي دونت هاف تو يعني مش مضطرين قوي، طالما اجازه مش مضطرين اللي يودينا. she is not because she is late for her lesson، طالما جت is يبقى عايزين الفعل زائد ing running، هي بتجري علشان متاخره على الدرس بتاعها. طيب هنا بقى بيقول لي اتكلم عن Egypt's climate، مناخ مصر. البراجراف عملناه في الامتحانات اللي قبل كده بتاع مناخ مصر ده، انك هتقول مثلا in Egypt الطقس في مصر إذ بعد المقدمات والحاجات اللي احنا شرحناها قبل كده، ما انت لازم تكون متابع معايا من الاول علشان تعرف اللي انا بعمله في بدايه الباراجراف، عشان على الاقل اقدر اجيب 30 كلمه بس في حاجه ايه، اسطمبه جاهزه كده، واجيب الباقي من دماغي بقى، تمام. فهبدا اقول الطقس في مصر كويس، مثلا حر في الصيف، برد في الشتاء، اقول مثلا hot in summer cold in winter، and there is some country villages او towns on the on the river of the Nile، في بلاد على نهر النيل، it's always cold، دايما برد، يعني كده ابدا ايه اشكل براحتي،
تمام. يلا بالتوفيق للجميع، وان شاء الله هجمع لكم البيوغرافات كلها مره واحده واقول لكم ايه تذاكروها وتاخدوا الجمل منها. يلا بالتوفيق للجميع، لايك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.